السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. وأخيرا فيديو الترشيحات. عايز أقول لكم بس حاجة في الأول، ناس كتير بتبعت تجيب أجيب جهاز كذا ولا أجيب جهاز كذا. السؤال ده بيبقى متكرر جدا، وكذا حد بيسأل، ممكن واحد يسأل على 10 أجهزة أجيب مين فيهم. فأنا عملت لكم فيديو الترشيحات ده. قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنساش تنزل تدوس لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، فعل زرار الجرس، ولو انت ما بيجيلكش نوتيفيكيشن بالفيديو افصل زرار الجرس، يعني دوس ان سبسكرايب وارجع دوس سبسكرايب تاني علشان يجيلك النوتيفيكيشن بسهوله. ويلا بينا نبدا الفيديو. خلينا نتكلم في حاجه بس الاول قبل ما نبدا الترشيحات. انا هقول لك دلوقتي ترشيحات لاجهزه من 500 جنيه لحد بتتكلم في 18000 جنيه. في كل فئه هحط لك مجموعه اجهزه. الاختيار ده ما بيتحددش بالفكر بتاع المعالج، الاختيار ده بيتحدد على حسب تواجد الجهاز وانتشاره في السوق وانك تقدر تجيبه بسهولة. وبرضو في اجهزة هقولك انها كويسة لو لقيتها. الترشيح ده برضو بيتحط على اساس الاكسسوارات، خدمة ما بعد البيع للجهاز، ثبات السوفت وير، في حاجات كتير قوي. فممكن انت على ارقام الورق يبقى عندك ترشيحات انت شايفها كويسة، ولكن انا بديك الترشيحات بالشكل اللي يخليك تستخدم جهاز بدون مشاكل في اي جانب، مش كاداء بس، لا كاداء وانك تلاقي له اكسسوارز او تلاقي اكسسواراته، ما تزهقش منه، يجي لك تحديثاتك، حاجات كتير قوي هتخليني اقولك دي ترشيحاتي للموبايلات. وخليك عارف برضو ان في حاجة اسمها ترشيحات عامة وترشيحات خاصة. يعني ايه ترشيحات عامة ويعني ايه ترشيحات خاصة؟ سريعا، ترشيح العام ده لما انت عاوز جهاز في المجمل كويس، جهاز يعيش معاك. الترشيح الخاص ده بقى لما يكون ليك انت اهتمامات في الكاميرا تحديدا، لما يكون ليك اهتمامات في الجيمز، في البطارية، دي بتبقى ترشيحات خاصة قوي. انما انا بديك الترشيحات على حسب الخلطة الكاملة للجهاز. اول فئة عندنا فئة من 500 جنيه ل 1000 جنيه. فئة من 500 جنيه هتلاقي فيها جهاز من شركة غريبة بالنسبة لك شوية، وهي IKU. الجهاز اسمه V400، وبيسمى الاسم التجاري بتاعه بليا. الجهاز ده هو ارخص جهاز هتقدر تشغل عليه 4G، هتقدر تشغله راوتر عكسي، يعني تقدر تشبك عليه 10 موبايلات ياخدوا منه النت، هتقدر تلاقي فيه يوتيوب، جوجل مابس، فيسبوك، وبزراير. والتليفون ده مقارنة بسعره يعتبر كويس جدا، لان لو انت عاوز تليفون تاني هيبقى ده مناسب ليك، لانه بياخد شريحتين وكارت ميموري، بيشغل M3، في كاميرا، في معظم الامكانيات اللي ممكن تحتاجها. هنطلع لفوق شوية، ولو عاوز جهاز اقوى هتلاقي جهاز نوكيا C1، وده جهاز من شركة نوكيا، وشركة نوكيا ليها اعتمادية، فده للناس اللي عاوزة جهاز خامات وهارد وورك او شغل قوي، فهيكون ده اختيار مناسب ليك برضو. من فئة 1000 ل 1500 جنيه هتلاقي تليفونات كتير قوي من شركات قوية، ولكن ممكن ما تكونش موجودة او منتشرة في السوق. فهتلاقي جهاز ايتل P36، بس انصحك تجيب النسخة البرو، وهيبقى سعرها في حدود 1350 او 1400 جنيه، لان النسخة دي اعلى في الرامات، واحد تديك اداء افضل وتعتبر اقوى من النسخة العادية اللي تمنها حوالي 1200 جنيه اللي هي بتيجي 1 جيجا رام. برضو الترشيح التاني هيكون من نصيب شركة نوكيا، لان شركة نوكيا في الفئات القليلة هي من افضل الشركات اللي ممكن تديك اجهزة كويسة واعتمادية. فالنوكيا C2 يعتبر من اقوى الاجهزة اللي ممكن تجيبها في فئة من 1000 ل 1500 جنيه، جهاز تمنه حوالي 1200 جنيه، فهيبقى اداؤه معاك كويس وهيستحملك لفترة طويلة. نيجي بقى لفئة 1500 ل 2000 جنيه، هنلاقي عندنا فيها النوكيا 3.1، وهنلاقي الاوبو A1K اللي يعتبر اقوى ترشيح في الجزئية دي. عندنا برضو جهاز نوكيا 3.2 من الترشيحات الكويسة في هذه الفئة، وسامسونج جالكسي A01 من الاجهزة المحترمة في فئة 1500 ل 2000 جنيه. ويجي برضو من اقوى ترشيحات هذه الفئة ريلمي C2 اللي بيعتبر جهاز محترم جدا، والنسخة الاعلى منه بتوصل ل 1900 جنيه. ففي الفئة السعرية دي يعتبر ملوك هذه الفئة هو ريلمي C2 والاوبو A1K. باقي الاختيارات لو انت عاوز تخرج بره الشركتين دول، او لو عاوز فئة سعرية اقل شوية بقى بتتفاوت، لو عاوز تنقص 100 او 200 هتلجأ للاختيارات التانية. ولكن دول افضل اجهزة من حيث الذاكرة ومن حيث الاعتمادية ومن حيث الاداء في هذه الفئة السعرية. من 2000 ل 3000 دخلنا هنا في مرحلة الخطر، مرحلة الاجهزة اللي بقى خلاص ناس كتير قوي بتتعامل في الفئة دي، والمرحلة اللي بعدها 3 ل 4 هي الاخطر شوية. ولكن فئة 2000 ل 3000 جنيه هتلاقي فيها الموبايلات اللي هقول لك عليها دي. اول موبايل من سامسونج جالكسي A11،
والموبايل برضو التاني هيكون من سامسونج جالاكسي ام 11. الاجهزه دي بمعالجات، في منها بمعالج سناب دراجون وفي بمعالج اكسينوس، والاثنين ادائهم كويس قوي بالنسبه لفئاتهم السعريه كشاشه وككاميرا وكقوه تحمل وكوكيل وخدمه ما بعد البيع، فدول اول جهازين في الترشيحات. هيجي بعد كده ريدمي 9 اللي هو يعتبر اقوى مرشح في فئه من 2000 ل 3000 جنيه، جهاز ب 2200 جنيه بشحن سريع بمعالج محترم ميديا تك جي 80 بشاشه فول اتش دي بلس، مديك خلطه امكانيات، الكاميرا مش قويه قوي ولكن مديك خلطه امكانيات كويسه تقدر تاخد بيها حاجه اغلى من قيمتها. فريدمي 9 هو ملك الترشيح في الفئه دي ويلي ريلمي سي 3. برضو من الترشيحات القويه جدا في فئه من 2000 ل 3000 جنيه النوكيا 5.3، جهاز من شركه نوكيا للناس اللي بتحب واجهه اندرويد 1 واللي عاوزه جهاز بقوه واعتماديه كويسه، ولكن ينقصه ان الشاشه اتش دي بلس، ينقصه ان المعالج مش معالج قوي قوي برضو 665، ينقصه برضو انه ما فيهوش شحن سريع، ولكن خلطه كامله كويسه للي عاوز جهاز يعيش معاه فتره طويله، وفي نفس الوقت الجهاز هيكون بيجيله دعم وتحديثات بشكل كويس. فالنوكيا 5.3 من الترشيحات الكويسة في هذه الفئة السعرية. عندنا برضو جهازين في الفئة دي، والفئة دي غنية شوية بالأجهزة لأن هي دي أكتر فئة المستخدمين فيها بيشتروا موبايلات كتير. عندنا جهاز شاومي نوت 9 لو لقيته هيكون كويس جدا، النسخة الـ 64 جيجا هيكون سعرها حوالي 2700 جنيه، فهيكون سعر محترم جدا. وعندنا برضو جهاز تاني وهو واوي واي 6S، بس ده في حالة ما تكون انت مستغني عن حاجات بس بسيطة في الجهاز، ولكن هتاخد اعتمادية وجهاز قوي وجلد وحاجة محترمة وشكل شيك جدا في فئة قليلة، بس الكاميرا مش هتكون اقوى حاجة، ما فيهوش كذا كاميرا، يعني انت مش هتاخد كل حاجة في فئة سعرية معينة، مش هتاخد كل حاجة في الجهاز. واخر جهازين معانا في الترشيحات هو اونر 9 اكس لايت، علشان الجهاز ده تقريبا تمنه حوالي 2900 جنيه وبديك 4 جيجا رام مع 128 جيجا، وجهاز بخامات زجاجية وفريم من الالومنيوم، المعالج مش اقوى حاجة ولكن خلطة كويسة في فئة السعر دي. عندنا برضو الريلمي 6i اللي هو برضو هيديك اداء كويس رغم ان الشاشة HD، ولكن معالج محترم، بطارية محترمة، شحن سريع، وشركة ريلمي اللي هي عليها اعتمادية شركة اوبو، فهيكون الريلمي 6i من الاختيارات الكويسة في فئة 2000 ل 3000 جنيه. فئة من 3 ل 4000 جنيه ودي الفئة اللي الصراع فيها قوي جدا وعالي جدا. لكن انا جبت لكم الخلاصة بتاعت هذه الفئة. اول جهاز فيها هو الـ A21S من سامسونج، نظرا لاعتمادية سامسونج وجودة الشاشة وجودة حاجات كتير قوي في التصنيع وخدمة ما بعد البيع، فده اول ترشيح ممكن تجيبه في هذه الفئة. الجهاز التاني واللي برضو لو لقيته ما تسيبوش Realme 5 Pro النسخة الأقل. الفئة دي أجهزتها مش يعني مش من الحاجات العالية قوي، ولكن Realme 5 Pro هيظل من أفضل الترشيحات من 3 ل 4000 جنيه في حالة أنك تعرف توصل للجهاز لأنه بقى قليل جدا. عندنا واوي واي 6 بي، جهاز برضو محترم وإمكانياته محترمة مقارنة بسعره، بيتباع كويس جدا جدا في السوق، ولكن في حالة ما يكون خدمات جوجل مش من الحاجات المؤثرة بالنسبة لك هيكون واوي واي 6 بي من الأجهزة الكويسة في هذه الفئة. شاومي نوت 9 اس برضو من الأجهزة المرشحة بقوة في فئة من 3 ل 4000 جنيه، جهاز ثمنه 3400 جنيه بمعالج قوي بشحن سريع، هيعتبر من الأجهزة الكويسة كخامة وكل حاجة، وتجيب له جراب قوي علشان يعني هو مظهرش فيه عيوب التراب قوي زي النوت 9 برو، ولكن ترشيح كويس قوي في الفئة دي، بس حاول تحافظ انك تحطه في جراب كويس. واخيرا اوبو A52 او A52، جهاز ده تقريبا سعره حوالي 3800 جنيه او 3900 جنيه، المعالج مش اقوى حاجة ولكن واخد جهاز قوي وباعتمادية قوية من اوبو، فهيكون الـ A52 من اوبو من افضل برضو الترشيحات اللي ممكن تكون في فئة 3 ل 4000 جنيه. فئة 4 ل 5000 جنيه اقوى جهاز فيها هو شاومي نوت 8 برو، بس للأسف لو لقيته. لو ما لقيتوش عندك الـ M31 من سامسونج، جهاز قوي في هذه الفئة السعرية جدا وجهاز محترم جدا، وعندك برضو ريلمي 6 جهاز محترم وكويس في هذه الفئة السعرية للاعتمادية ولل 90 هرتز وللشحن السريع ولثبات النظام السوفت وير، فهيكون جهاز كويس قوي معاك. وممكن النوت 9 اس النسخة الأعلى
لو انت يعني فارق معاك هتجيبها في حدود 4300، هتكون اختيار كويس كحجم ذاكرة، ولكن هيظل الريلمي 6 وبالذات النسخة 8 رام هتكون افضل قوي في هذه الفئة السعرية. وعندنا برضو واوي نوفا 7i من الاجهزة القوية جدا، ارخص جهاز ب 40 واط شحن، ارخص جهاز بشاشة كويسة برضو، و جهاز كاميراته كويسة. الجهاز في المجمل بصراحة جهاز محترم جدا، ولكن لو انت مش فارق معاك خدمات جوجل قوي او ما بتدخلش في تفاصيل حياتك قوي. واخيرا الاوبو A92، لانه الجهاز ثابت في الاداء وثابت في نظام الاداء، وللناس اللي بتحب اوبو وشكله كويس وشحن سريع و8 رام وكذا حاجة، هتخلينا نحط الجهاز ده في الاختيار. ما هواش افضل ما يكون في الفئة، ولكن اختيار كويس في فئة 4-5000 جنيه. فئة 5-6000 جنيه للأسف ما فيهاش إلا تليفونين، هو الأونر 20 اللي لو لقيته ما تسيبوش، لأن الجهاز ده بمعالج فلاكشاب وبكاميرا قوية وسعره كويس قوي دلوقتي، وصل 5700. فالجهاز ده أونر 20 ما تسيبوش لو لقيته في الفئة السعرية دي. وعندنا الجهاز التاني اللي بيتباع ومحدش بيلحقه، الريلمي 6 برو، جهاز محترم 90 هرتز، معالج أقوى من الريلمي 6، فلو أنت عاوز أداء أعلى 8 جيجا رام، فبصراحة هو ده الجهاز التاني اللي أقدر أرشحهولك في فئة 5-6000 جنيه، وللأسف الفئة دي ما فيهاش حاجات كتير قوي تخليني أرشحها لك بقوة. فئة 6-7000 جنيه هرشح لك فيها سامسونج A71، بس للأسف أنا بقول لك ما تدفعش فيه أكتر من 6800 جنيه أو 6900 جنيه، ملناش دعوة بالتسعير الغريب بتاع سامسونج. لو لقيت تاجر متمسك بسعره صراحة هيكون اختيار كويس قوي في فئة 6500 جنيه مثلا، هيكون اختيار محترم جدا. الاختيار التاني وربنا يستر عشان ما تقولش المظلوم، الفيفو V19. لو انت عاوز جهاز بخامات قوية بروح الفلاكشيب، جهاز قوي وشكل جديد وثبات جدا في النظام وجهاز كويس قوي، هيكون الفيفو V19 من الاختيارات الكويسة قوي في الفئة دي. واخيرا النوفا 5T للناس اللي مهتمة قوي بالاداء، اللي عاوزة جهاز فلاكشيب في سعر قليل، تقريبا الجهاز سعره 6200 جنيه، هيكون من الاختيارات الكويسه قوي لو انت عاوز حدود 6000 جنيه. من 7-8000 جنيه للاسف ما لقيتش فيها اي اجهزه، ولكن هرشح لك فيها بقوه جهاز مش موجود كتير، بس هو يعتبر اقوى جهاز ممكن اقول لك من 6-8، وهو اوبو رينو 2، جهاز 730 جي، شكل محترم، تصميم زجاجي، كاميرات مدفونة تحت الظهر، كاميرا بوب اب محترمة، جهاز بامكانيات قوية جدا، بشاشة اموليد ببصمة شاشة، جهاز كويس قوي، ولو لقيته ما تسيبوش فيه هذه الفئة السعرية اللي هي من 7-8000 جنيه. 8-9000 جنيه برضو فئة ما فيهاش حاجات كتير، وممكن ارشح لك فيها جهاز مي نوت 10 من شاومي، وجهاز النوت 10 لايت لو انت عاوز حاجة بقلم من سامسونج. النوت 10 لايت جهاز كويس، ولكن مش افضل معالج ومش افضل كاميرا، بس يعني لو انت عاوز حاجة بقلم هيكون في الفئة دي هو ده الترشيح المناسب ليك. من 9-10000 جنيه هينفرد بيها سامسونج S10 لايت اللي بيجي بمعالج سناب دراجون، والمعالج ده اللي ما يعرفش وبيحل ازمات سامسونج كلها في كل حاجة. الجهاز ده اداؤه كويس قوي، الكاميرا اللي فيه قوية جدا، جهاز بشحن 45 واط، ما بيجيش معاه في العلبة بس بيشحن بسرعة 45 واط، تصميم كويس، تصميم حديث، كاميرا محترمة، الكاميرا فيها اوبشنز عالية جدا، ويعتبر مقارب جدا لجهاز سامسونج نوت 10 اللي هو نسخة النوت الاصلي، وسعره كويس قوي. يعيبه ان هو 128 جيجا مثلا يعني بس تعدي، ولكن هو من اقوى الاجهزه اللي ممكن تجيبها في الفئه دي. واخيرا في ترشيحات الفلاكشيب، اقوى جهازين ممكن تجيبهم في الفلاكشيب حاليا هو سامسونج S20 بلس مش الالترا، لان S20 بلس هو اللي سعره مناسب وفروقاته مش كبيره قوي عن الالترا، والالترا يمكن يفرق في الزوم وانا مش شايف ان ده فرق عبقري يعني. والجهاز التاني هو المي 10 بتاع شاومي، لو هتقدر تشيل جهاز بشريحه واحده، لكن هتاخد معالج احدث معالج في السنه دي، وهتاخد 90 هرتز، وهتاخد حاجات قويه كتير، فهيكون اختيار مناسب ليه. بقيه الفلاكشيب اللي موجوده في السوق هي كويسه، ولكن مش هتكون من ترشيحاتي بخصوص الفلوس، لاني مش شايف ان القيمه اللي بتدفع فيها هتبقى مستاهله. دي كانت ترشيحاتي لشهر يونيو 2020، وان شاء الله يبقى عندنا فيديو ترشيحات بعد كده مستمر. ولو عندك اي استفسار سيبهولي في الكومنتات، واشوفكم في فيديوهات جايه. سلام.